في هذا اليوم العظيم نستذكر الكثير من البطولات التي سطرها أبطال الجيش العربي السوري، هذا الجيش الذي استطاع أن يحقق الكثير من البطولات ربما الراسخة في أذهان الكثير من العرب. لا ننسى حرب تشرين التحريرية، ولا ننسى ما سطره الجيش اليوم في محاربته لكل جيوش الإرهاب التي غزت بلدنا الحبيب سوريا. كل عام وهذا الجيش وأبناء هذا الجيش وأسر هذا الجيش بألف خير. أولا ثقتنا بهم عالية، نبارك لهم لأنهم لم يقدموا جهودهم فقط بل أرواحهم وبلا ثمن، إنهم أبناء قواتنا المسلحة، رمز فخرنا واعتزازنا. هؤلاء الذين كسروا الرهان أمام الهجمات وأمام المؤامرات على سوريا. الواحد من آب هو عيد الجيش العربي السوري، دائما نقول بفضل هذا الجيش نحن موجودين. ربما لو الجيش العربي السوري ما كان موجود يمكن أنه نحن جميعا كنا في جهة ثانية أو في عالم ثاني. طبعا نهنئ الجيش العربي السوري لهذا العيد، والذي حقيقة هو عيد لكل الشعب العربي السوري، ونتقدم بالتهنئة الكبرى للسيد الرئيس بشار الأسد. جيشنا البطل، جيشنا جيش الصمود والتصدي، ونحن نحتفل بهذا اليوم، وإن شاء الله كل يوم يكون عيد لهذا الوطن. كل عام والجيش العربي السوري وقوات الرديفة قوى الأمن الداخلي بألف ألف خير. الجيش العربي السوري اللي ضحى واللي لولاه الشعب العربي السوري ما صمد، والجمهورية العربية السورية ما صمدت. هذا الجيش الأسطوري اللي نتمنى له دائما يظل بالمقدمة دائما إن شاء الله. كل عام وأبطال الجيش العربي السوري من ضباط وصف ضباط وجنود بألف ألف خير إن شاء الله. أنا كمواطن سوري أعتز ولا أقول هذا الكلام من باب المجاملة، وعندما أرى الجندي السوري أعتز به وبقدراته التي حارب 80 دولة في العالم.